سمي. اعترف الشيخ طول عمرك تواصل معي الصبح اليوم وما قصر لجودي وبشر بحاجات اني ما توقعتها يوم من الايام يبي احد يقف معي مثل وقفاته. مش غريب. واطلب من الله ثم منكم جميع من يسمع صوتي تلفزيون جوال انه يدعي له يطول عمره ويخليه العين ترجيه وان الله يشفيه ويعافيه. والله اني ما توقفت بشيء قاله لي وبشر امبو وفرح امبو الله يفرحه اغلى ما يغلي وفرحه بشفاءه وعافيته يا رب. يعني اليوم جاتك مكالمة من معالي المستشار يما، المفروض انه انت تكوني مبسوطة. لا تصيحين ولا تصيحينا ولا تصيحين حتى الناس اللي تشوفك. والله صليت الفجر سبحان الله ويوم دق علي رجل قال انا من التميمي ما ادري وش قال لي. نعم. وخليت 10 دقائق يوم كلم انا لجودي ولا قصر قال ابشري باللي تبي وطول الله عمره ويجزاه خير ويا رب ويا رب ويا رب الله يشفيه آمين ويخليه العين ترجيه يا رب البيت والحمد. آمين آمين ويطول عمره آمين يا رب. ويخلينا ملكنا سلمان أبونا وولي عهدنا محمد بن سلمان وحكومتنا وعسى الله لا يغير علينا إلا بحسن يا رب البيت والحرم يكفينا بالأمن والأمان يا رب لك الحمد الله سبحانه وتعالى. حبيبتي الله يطول عمرك يما وإن شاء الله يحفظك وان شاء الله يا رب. دائما يقولون على نياتكم ترزقون، يعني ولا ما كنت شفتي هالمحبه هذه لك. امانه امانه يا بنتي لو قطعت الكلام امانه من يسمع الجوال التلفون يدعون التركي يا شيخ ان الله يشفيه ويخليه العين ترجي اكرر مره امين مثل ما فرح قلبي الله يفرح قلبي يا حي يا قيوم فرح انا نويت ماني الله يفرح قلبي الله يفرحك. تستاهلين تستاهلين يما من فرحك وتستاهلين هالمكالمة. فرح المسلمين اللي دعمونا وما قصروا واتصلوا وارسلوا بيض الله وجيهم بين عيونهم. اما الولد والله ما ادري ولا اعلم بولد اني يوم جانا بسيت انا ولا ابين له حتى البسوط اني بعطيه لو 50 ريال 100 ريال معي انه بي لو بنزين له ولا ما يبغى. طيب ما نبغاكي ما مغطيت ايه سكت يعني صراحه ما ادري شو الحين ما نبغاكي تبتسين. هذه أنا بحاول أقول على لهجتها الحايل. ما نباكي تبتسين أكيد ونباكي دائما مبسوطة. شكرا لك أم محمد شكرا لك. هلا وسهلا هلا وسهلا.